لا يكون الاختبارات كأنها نوع تحدي أو أنه وترى فعلا حتى هذا الباب يدخل فيه التيسير على المسلمين، لأنه حتى المعلم نفسه ومثل ما قال أديب الفقهاء وفقيه الأدباء الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، يقول أنا نفسي أنا كتبي التي ألفتها لا أحفظها، لكن الاختبارات هي قياس لقدرات. يعني أنا ما يعني قد يكون واحد درس في اختبار لا يعني أنه سيء أو غير ناجح، لكن ما وفق في هذه الفترة أو ما تهيأ جيدا أو ما هيئ نفسيا أو حتى الأسرة، وسنأتي إلى أثر الاستقرار الأسري على الاختبارات. خلينا نقلب الجوال. فالاستقرار مهم جدا، فأنا كوني لما أجي أضع الأسئلة لا تضحى مقارنة بالطالب المتفوق عندك مرة ولا كذلك بالضعيف مرة، أنت ضحى للوسط وأنقذ في أثناء أيام الدراسة. أنت لا تفرق بين أحد، وأنا متأكد أنه الأخيار من المعلمين والمعلمات لا يميزون ولا يفرقون بين طلابهم، يريدون أن ينجح الكل ويتميز الكل، وتأكد أن هذا الطالب ثمرة من ثمراتك. وهل يسرك أنه في يوم من الأيام بعد 10 سنوات تجد معلم يذكره طلابه بالخير، يدعون له ويقول واحد أنا ثمرت هذا المعلم الطيب، أنا نجاحي اليوم وأنا أقولها للطلاب اليوم، سواء كنت وزيرا أو أنت اليوم طبيبا أو مهندسا، أنت ثمرت معلم الذي علمك الكتابة والإملاء، فإياك تنسى هذا. ترى اليوم مهما ما شاء الله منصبك عالي، وزير إعلام، مهندس، طبيب، رجل أعمال، إياك تنسى الذي علمك الإملاء والكتابة والخط. هؤلاء اللي أعطوك النواة الأولى، ربما أنت أحيانا تتذكر أستاذك في الابتدائي بعدين أو في المتوسط اللي علمك الرياضيات، اللي في الثانوي كان جيد معك في الكيمياء، اللي في الجامعة كان يساعدك في الإنجليزي. نعم كلهم على الرأس ووسط العين وكلهم قرة عين، لكن إياك تنسى بعد فضل الله الذين علموك الإملاء والكتابة، وأنك ما كنت تستطيع تخط كلمة ولا تكتب كتابة ولا تكتب أي شيء، اليوم ربما أنت طبيب وتكتب الوصفات وتشخص المرض والداء، أنت ثمرت ذلك المعلم وأنت ثمرت تلك المعلم. فالاختبارات هي ليست تحدي بين طالب ومعلم، لأن المعلم هنا أن يجب أن ينظر إلى الجميع بعين الرحمة. أنت ليست مهمتك أن تعاقب، مهمتك أن تقيم. يعني أنت جالس أيها المعلم الكريم وأيتها المعلمة الفاضلة جالس تضع أسئلة، حتى على الأقل تقدر تقول أنه هذا جيد وهذا ممتاز وهذا حسن وهذا مقبول. أنت هذه مهمتك، ليس مهمتك أن يرصب الناس. أو من علامات الخيرية في العبد قال لك لا تفرح أبدا بسقطة مسلم، ما بالك أنه يكون هذا طالب من طلابك أو طالبة من طالباتك. ترى ليس من الخير ولا من الفلاح أني ترى كنت مشاغبين وكنت كذا، لا، هذاك أمر بينك وبينهم، هذا أمر سلوكي أخلاقي يعالج وله وقته. فالاختبار ليس فرصة للتحدي أو فرصة للانتقام، بل هو فرصة للخير، فرصة لأن فقط نعرف القدرات، نعرف كيف نفرق بين طالب، كيف نقول هذا جيد ونقول هذا أحسن.